السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسلامه. وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات. النهارده جايه لكم فيديو جديد كده وحاجه حلوه جديده، وهي هنعمل مع بعض النهارده السمان المشوي على البوتاجاز كده بطريقه سهله، مكوناته بسيطه والطعم يعني حاجه كده عظمه على عظمه. طريقته حلوه قوي، مش هياخد في ايدك طياب خالص، يعني هيتعمل في ثواني مع شويه كفته كده. انا كنت عاملاه الفيديو كامل كده في قلب القناه، تبقوا تتفرجوا عليها، اللي هي اقراص اللحم وطريقة تسوية مظبوطة، وإن شاء الله التتبيلة بتاعتها تحفة جدا. وهقولك الفرق بين الحمام والسمان والتتبيلة بتاعتها الحلوة. تعالي بقى معايا داخل الفيديو عشان نعرف إحنا عملنا الطبق العظمة ده إزاي مع شوية رز كده مبهر حلوين كده بالبسمتي. خليكي معايا وإن شاء الله هناكل أحلى سمان. بصوا بقى شكل الطبق يعني يتحدث عن نفسه. يشرفك كده في عزومة رمضان، طبق كده على سفرتك على طبليتك، يعني حاجة كده زي العسل. المكونات بتاعتي سهلة جدا. أول حاجة معايا، أنا معايا يعني 3 وحدات كده من السمان، وطلعت واحدة كده من الحمام. يعني هو أصلا الكيسة دي كانت عندي في الفريزر، فلقيتها إيه تشكيلة مع بعض كده. المهم يعني أنا إيه فتحت واحدة كده زي ما أنتوا شايفين من الظهر. هقول لكم برضو أنا بفتح إزاي. ممكن طبعا تعملي الطريقة دي في الحمام او السمان. السمان طبعا لحمه طري قوي عن الحمام، وفي نفس الوقت كده طعمه حلو اصلا. يعني بصوا بقى، انتوا بتجيبوا السمانة كده او الحمامية بتفتحيها كده من ظهرها، طبعا العظم بتاعها بيبقى طري مش ناشف، فبمنتهى السهولة يعني بالمقص كده هتبتدي تفتحي السمان كده من ظهره. اهم حاجة بس ايه، يعني هو بياخد شوية غسيل حلوين كده، بحيث اللي هو بيبقى يعني فيه زفارة، فاحنا هنحطه في محلول ملحي بحيث اللي ايه كل حاجة فيها من ريحة بقى الزفارة اي حاجة. المهم اللي تلاقي الطيور بتاعتك ريحتها حلوة وعيبة طعمها ان شاء الله زي العسل. هتبتدي تفتحي كله كده من ظهره، بحيث اللي انا ايه حشويه كده على البوتاجاز الاول، اديله صدمة كده. وهو بص دي بقى ايه، دي السمانة اللي على اليمين، ودي الحمامية بقى. في فرق طبعا بين السمان والحمام. السمان طبعا العظم بتاعه بيبقى طري عن الحمام، اهي اللي على ايدكم اليمين دي السمانة، والشمال دي الحمامية. تمام، عظم الحمام شوية بيبقى ناشف، يعني العظم بتاعه بيبقى انشف من عظم السمان. طعم السمان لحمه طري جدا وطعمه حلو مش وحش، يعني هما الاتنين يعني مقاربين في الطعم من بعض، بس السمان يعني لما ما جربت المرة دي يعني احلى من الحمام، يعني مش عارفة كل واحد طبعا على حسب ما بيحب. المهم تبتدي تغسليه من بره ومن جوه كويس، وتنقعيه في المحلول الملحي بتاعه. جبت ايد الهوم بتاعتي، او شوفي المطرقة اللي انت بتضربي بيها بقى يا ولدي، اقعدي بصي كسري عظمها يعني فشفشيها زي ما بيقولوا. تمام، هتبتدي تكسري كده العظم بحيث اللي هو ايه يساعدك في السوى على النار. هو مش بياخد في ايدك وقت خالص ولا وقت في الطياب اصلا، بحيث اللي ايه العظم ده بيساعد اللي يكون اللحم كده مندمج كده مع العظم اصلا خلاص طرى، يعني فمش هياخد في سوى في الوقت، يعني وقت في السوى، سوى في الوقت مين يا ام ريان بس. تمام، هتبتدي تكسريه كل كده. وبعد كده احضر التتبيله بتاعتها. تتبيلتها النهارده مميزه جدا، وتتبيله حلوه ممكن تجربيها لجميع انواع المشويات، سواء فراخ حمام بط اي حاجه. اليومين دول يا حبايب احنا كلنا عارفين امتحانات الولاد، فربنا يكون في العون يا رب مع الكل، وبالتوفيق للجميع يا رب. اول حاجه بقى ايه، جبت معلقه كده من القرفه وهبدا احط عليها معلقه من الثوم بودر، ومعلقه برضو من البصل البودر. طبعا كميه التوابل على حسب كميه ال 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 المشويات معاكي، يعني انت لو هتزودي الكمية عن كده ممكن تزودي البهارات كمان. تمام، ودي نص كده معلقة من الكزبرة الناشفة، وهحط برضو بهارات مشويات، والملح بتاعك ما تنساهوش، وهحط برضو دي
بهارات المشويات اهي وبابريكا، وهحط برضو ايه تاني، اللهم صل على النبي، الكاتشب. الكاتشب بيبقى حلو قوي في المشويات، يعني معلقه كده، معلقه كبيره، والزعتر بتاعي برضو بيدي طعم حلو قوي للمشويات. طبعا ممكن كل واحد على حسب التتبيله اللي هو عايز يتبلها، انا بديك التتبيله الخاصه بتاعتي للمشويات وكل واحد على حسب راحته ومزاجه. وهبدا احط عليها شويه كده من زيت الزيتون، تمام، اي نوع بقى زيت زيتون عندك، وابتدي بقى اخلطي كل البهارات الحلوه دي كده مع بعضها بحيث اللي هي تبقى منسجمه كده مع بعضها، ونبدا نتبل بيها الحمام او السمان. تمام، بعد كده بقى هجيب الايه السمان بتاعي او الحمام، احنا معانا ميكس النهارده، هي حماميه واحده وثلاثه سمان، فزي الفل يعني. تبتدي تديها مساج زي ما قلت لك من اللي احنا عايزينه احنا عايزين المساج الحلو ده بصراحه يعني. المهم تبتدي ايه تدخلي كل الخليط الحلو ده والتتبيله بتاعتها فيها، بحيث انا لقيت المكان هيبقى ضيق، ابتديت اعمل كده بالفرشه، او لو بايديكي بقى دخلي بين اللحم والعظم كده وبين الجلد من جوه، المهم اللي هي تشرب التتبيله بتاعتها الحلوه دي، وفي نفس الوقت يعني تاخد وتدي كده معاها. تمام، هبتدي بقى اعملها كلها كده من الظهر ومن الوش، بحيث ان انا هسيبها في التتبيله الحلوه دي يعني اقل حاجه ساعتين، يعني اقل حاجه، بحيث بس اللي هي كل ما بتحطيها في التتبيله كل ما هي بتشرب منها اكتر بيبقى طعمها حلو زي الفل. الرز اللي بقى البسماتي كلنا شطار فيه، عاملاه كذا مره في قلب القناه، هو مفلفل وزي الفل اهو، ده بقى اللي هبدا افرشه في الارضيه معايا، وطريقته سهله اكيد ومكوناته بسيطه. ودي برده الكفته كنت عاملاها برده معاكم فيديو كامل، الكفته الدواير دي كنت عاملاها فيديو كامل معاكم في قلب القناه، فاضل معايا شويه كده منها، قلت برده اعملها مع السمان. تمام، يبقى كله كده طبق متكامل مع بعضه. تمام، ابتديت بقى اجيب الطاسه اللي انا طاسه واسعه كده، الطاسه التيفال قلت لك، او طاسه الكريب، رزق في قلب البيت والله، بحلوه ممكن تشوي عليها كل حاجه، يعني اي حاجه انت عايزه تشوي عليها مش بتلزق، وفي نفس الوقت كده بتديكي نتيجه افضل. المهم اول ما تحطي كده دهنه من الزيت هتبتدي تكون النار عاليه، اول ما تاخد لها صدمه كده تبتدي تهدي عليها النار، انا مش عايزه النار عاليه بحيث اللي هي تبوظ او تتشعوط معاكي تتحرق يعني، وفي نفس الوقت عايزاها تستوي. تمام، اول ما تلاقيها كده لونت من تحت تبتدي تقلبيها الناحيه الثانيه، اهو زي ما انتم شايفينها ماشيه معاكم خطوه بخطوه، تبتدي تتك عليها كده بمعلقه وباي حاجه عندك، ولحد ما تلاقيها كلها نزلت ميتها. تمام، انا هاخدها يعني دورين سوا، دور بقى على البوتاجاز من فوق، ودور في الفرن طبعا اللي هو بس يا دوب، يعني هي في البوتاجاز بتاخد السوا الاكتر، والدور اللي في الفرن يا دوب تاخد لها تشويحه كده وتحميره من فوق الوش. اهو بحاول اوسع لنفسي عشان احط باقي السمان او الحماميه اللي معايا، انا سبت الحمام في الاخر بصراحه وحطيت الاول السمان، اهو كده زي الفل، الدنيا شغاله معاكي، خدت الطابع قواتي وخدت لها الوش بتاعها. هبدا بقى اعمل كل شويه تقلبيها على ظهرها، هو الموضوع ده مش هياخد في ايدك وقت ان شاء الله باذن الله كده. خلاص يعني، خلاص هي تعتبر استوت، بس برضو انا هنديها تشويحه برضو جوه، يعني شويه طياب برضو في الفرن. تمام، ابتديت اجيب الصاج بتاعي، دي الحماميه اهي، هبتدي اتك عليها كده بحيث ان هي تنزل ميتها، اهو زي ما انتم شايفين الميه بتاعتها بتنزل اهي، دي بقى تساعدها على السوا. تمام اهو، اول بقى ما تبتدي خلاص دخلت في السوا، هبدا اغطيها كده بورق فويل وابدا ادخلها كده تحت الشوايه، تاخد لها بس كده مجرد 10 دقايق او ربع ساعه، وبعد كده اول ما بتطلع كده زي الفل، يعني خلاص هي استوت وقامت بالواجب. ابدا اسيبها كده؟ لا طبعا ما يرضينيش، هبدا اعمل بقى، اجيب لها فحم، انا عايزه اخليها النهارده بتعمل مشويات على الفحم، فعملت فحمايه كده ولعتها، وهبدا احط عليها شويه كده من الزيت بصوت. تمام، كل الدخان الحلو ده بقى اللي هي ريحه الفحم العظمه على العظمه، ابدا اكمرها بورق فويل تاني بحيث اللي هي كل ريحه الفحم تدخل بقى في الحمام ولا السمان، يبقى ريحته كده زي العسل. تمام، ابتدي اقفلي عليها كده كويس بحيث كل الريحه اللي جوه تخش فيها بقى، يبقى احلى ان شاء الله سمان بريحه الفحم
المهم ابتديت كده تجيب الصينيه او الطبق بتاعك على حسب ما بتحطي، ابتدي بقى ايه حطي بقى السمان بتاعك، بصوا لونه حلو قوي وطعمه حلو والريحه بتاعته كانت زي العسل والله. وهبتدي اجيب الكفته برضو اللي انا عملتها، يعني هو كان طبق كده زنطوط حلو كده زي الفل. ممكن تكتري الكميه، ممكن تقللي، كل واحد على حسب افراد اسرته. تمام، ابتدي جرنشيها كده شويه وبس كده، وبالف هنا وشفا بقى يبقى شكلها والمنظر النهائي والاخير بالشكل والحلاوه دي. ان شاء الله بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لك كل جديد، وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم فيديو جديد وحاجه حلوه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.